تحياتي للجميع. أهم حاجة في أعطال التلفزيون تحديد العطل، وكل الأعطال اللي بعملها بتكون بالواقع وقدام الكاميرا علشان الكل يستفيد. هنتابع عطل التلفزيون وإحنا مع بعض وكل حاجة قدام الكاميرا في نفس الوقت ونفس التوقيت، والتلفزيون ما عملتش فيه حاجة قبل كده ولا اشتغلت فيه قبل كده ولا حد اشتغل فيه قبل كده. هنتابع العطل بالتفصيل كأنك موجود معايا قدام التلفزيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطل جديد في تلفزيون نيو، تلفزيون نيو 20 بوصة. عطل التلفزيون، افتح الليد الأحمر بيشتغل تمام، وحاليا التلفزيون في حالة ستاند باي. هفتح من المفاتيح، الليد فصل، دليل على ان التلفزيون اشتغل، ولكن عطل التلفزيون اللاين ما اشتغلش، يعني التلفزيون دليل على انه فتح ولكن ما فتحش واللاين ما اشتغلش. بوضح اللاين ما اشتغلش، هقفل، هفتح الليد الاحمر شغال في حالة ستاند باي. هضغط على المفاتيح، اي مفتاح، حاليا الليد فشل، دليل على ان التلفزيون اشتغل واللاين ما اشتغلش. التلفزيون فتح وما فتحش. في البداية اول حاجة اعملها في التلفزيون، حاليا التلفزيون مفتوح ولكن ما فتحش. في البداية هقيس الفولتيات على خارج المحول، وحاليا التلفزيون شغال ولكن اللاين مش شغال. هبدأ أقيس الفولتيات على خارج المحول، هنا فولت 9 فولت، وهنا 113 فولت. تلفزيون نيو خارج المحول 113 فولت و9 فولت. وهتأكد من الفولت على باور اللاين، هنا الفولت على المكشف الخاص ب 110 فولت، موجود 113 فولت، وعلى باور اللاين ترانزستور اللاين موجود نفس الفولت 117 فولت، وعلى اللاين نفسه موجود 116 فولت. ولكن التلفزيون مش شغال، فولتيات سليمة ولكن التلفزيون مش بيفتح. الليد الأحمر شغال في وضع ستاند باي والفولتيات سليمة، وبفتح والليد بيفكر معايا واللاين مش بيفتح معايا، وبوضح اللاين من تاني اللاين مش بيفتح معايا. الفولت اللي موجود على خارج المحول الخاص بال 110 فولت عطيني 113 فولت، ولكن التلفزيون النيو المفروض الفولت يكون 125 فولت، فانا هزود الفولت من دايرة الباور. هبدأ ازود الفولت من دايرة الباور من البوت، اخلي الفولت على 125 فولت. حاليا الفولت 120 فولت، 122 فولت، 125 فولت. حاليا الفولت على خارج المحول 125 فولت. رأيت من تاني، الفولت الحالي 125 فولت، ولكن اللاين ما فتحش. بحط المفك قدام اللاين عشان اتاكد ان اللاين اشتغل او لا، ولكن ما فتحش. هقفل التلفزيون نهائي من باور. قفلت التلفزيون، هبدا هفتح التلفزيون، هفتح الليد الاحمر شغال تمام في وضع ستاند باي، والمفك
على اللاين علشان اتاكد من تشغيل اللاين، وهفتح حاليا وضع التند باي، هفتح من اي مفتاح. حاليا فتحت واللاين اشتغل معايا تمام. هنا المفك بيوضح اللاين شغال. حاليا اللاين شغال بعد ما عملت الفولت على 125 فولت، والتلفزيون فتح معايا تمام، وهوضح التلفزيون شغال. التلفزيون شغال زي الفل، وحوشت الفيديو، وهتأكد من الألوان، وهتأكد من كل حاجة. هقفل التلفزيون وحوشت الفيديو. بعد ما وصلت فيديو التلفزيون اشتغل معايا تمام، ولكن عامل خطوط في الشاشة، خطوط عامل تموجات، الخط الواقف عدل ده مش معدول، عامل تموجة في الشاشة وعامل خطوط، دليل على ان في مكشف ضعيف او في مشكلة في المكشفات. عطل التلفزيون مش هيبعد عن دايرة الباور، هتابع العطل وأحاول أشيل الخطوط. حاليا التلفزيون شغال، فأنا هعيش الفولت على المكشف العمومي الخاص ب 300 فولت اللي موجود في دايرة الباور. كل الأعطال بعملها في التلفزيون بتكون بالواقع وفي نفس الوقت ونفس التوقيت. كل أعطالي بعملها في نفس الوقت ونفس التوقيت علشان الكل يستفيد. حاليا التلفزيون شغال، هبدأ أقيس الفولت على المكشف العمومي الخاص ب 300 فولت الموجود في دايرة الباور. الفولت الموجود على المكشف 200 فولت، 199 فولت، يعني الفولت ضعيف جدا على المكشف. 199 فولت من 300 فولت، وسبب ضعف دايرة الباور المكشف العمومي الخاص بالـ300 فولت، وهو اللي عامل الخطوط في الشاشة وعامل التمويجة. فأنا هبدل المكشف بواحد جديد، وهرجع بوت الباور تاني، ارجع الفولت زي ما كان علشان المكشف ضعيف، وأنا رفعت الفولت زيادة عن اللازم. هقفل حاليا، قفلت، هفك المكشف الكبير الخاص ب 300 فولت، هو ده المكشف الخاص ب 300 فولت. مكشف 150 اعلى 400 فولت، هجيب مكشف جديد او مكشف مستعمل، المهم يكون مكشف حالته كويسة ويديني 300 فولت. مكشف مستعمل قيمته 450 فولت على 220، يمشي مكان المكشف القديم. هنشغل وهنشوف النتيجة. بعد ما بدلت المكشف في دايرة الباور الخاص ب 300 فولت، هبدأ أظبط الفولت على 125 فولت. هفتح حاليا، التلفزيون فتح والليد الأحمر شغال في وضع ستاند باي، والفولت على خارج المحول على خط 110 فولت، موجود 132 فولت. واضح إن الفولت عالي، لأن أنا في النوبة الأولى رفعت الفولت من 117 فولت الى 125 فولت. فانا هرجع البوت تاني لحالته الاولى، اخلي الفولت على 125 فولت حاليا.
حاليا الفولت 133 فولت، ده اقل حاجه في البوت ده نهايته. ولكن هفتح التلفزيون، حاليا فتحت والفولت وصل ل 117 فولت بعد التحميل، والتلفزيون فتح. حاليا التلفزيون شغال، وأخلي الفولت على 120 فولت أو 121 فولت، فولت مناسب. أقلل الفولت شوية عشان لمبة السيرية عالية شوية، أحاول أقلل الفولت على حسب ما التلفزيون ياخد معايا. حاليا الفولت 118 فولت. أشغل التلفزيون على فيديو وهنتابع ونشوف الوضع. أوضح، لمبة السيرية شغالة طبيعي والتلفزيون شغال. أوضح، التلفزيون شغال. أوصل فيديو علشان أتأكد من الهزة اللي كانت موجودة في الشاشة. حاليا وصلت فيديو والتلفزيون شغال طبيعي زي الفل، ألوان طبيعية بدون أي خطوط وبدون أي تموجات في الشاشة، كل حاجة شغالة طبيعي. سبب العطل الأساسي مكشف التنعيم الخاص بـ 300 فولت، هو اللي كان عامل الخطوط وهو اللي كان عامل ضعف في الفولت في التشغيل. الحمد لله التلفزيون اشتغل تمام وتم إصلاح العطل بسهولة. Thank you.